احنا اتاخرنا على الولاد وزمانهم دلوقتي قلقانين علينا. يا ست هو بمزاجي؟ ما انت شايفه الهم اللي انا فيه. طيب شاهل، عشان الحته دي مقطوعه وانا حاسه انها هتحصل مصيبه. دقايق وهخلص. مين ده؟ ده حسين بيه صاحب الشركه. حسام خليك معه. حاضر. اتفضل. ايه اللي حصل يا باشا؟ انا مش قادر اتلم على نفسي من ساعتها. الراجل وقع قدامنا من فوق زي الحجر. كان بيصرخ وهو بيقع؟ ابدا ما سمعناش حاجه. احنا مره واحده لقيناه على سقف العربيه. لا مفيش في حد غير هنا يا باشا. شركه مقاولات كبيره زي كده وحارس امن واحد. اصل ده مبنى اداري يا باشا، مفيش في حاجه هتتسرق. حسابات في مبنى تاني خالص. يعني اللي هيسرق يسرق ايه يا باشا؟ شويه ورق. ساعات الورق بيبقى اغلى من الفلوس. حسب وضع الجثه واضح انها وقعت من المكتب ده. دي اوضه حسين بيه. استاذنك افتحها. حازم خد بالك. شوقي ايديه. عايز اروح المستشفى. معلش يا فندم استحملنا شويه. فاضل بس سؤالين هيسالهم ادهم باشا وبعدين العربيه توديك لاقرب مستشفى. ادهم؟ ظرف رصاصه. طب ازاي؟ احنا لسه ما بحثناش الجثه. مش قصدي، انا قصدي ازاي ما حدش سمع صوت؟ مش غريبه دي؟ ما كله غريب. القتيل لابس تكسيدو في شركه. وواحد تاني مغمى عليه. ايه اللي مش غريب؟ ما اعرفش ازاي. أنا جات لي رسالة من حسين بيقول إنه عايز يقابلني في المكتب عشان اكتشف موضوع خطير جدا. جيت له حسب الميعاد. أول ما دخلت المكتب حد ضربني على دماغي. أغمى عليا وما فوقتش إلا معاكم. طيب إيه الموضوع الخطير جدا؟ معرفش. أنا دخلت لقيته ميت وأغمى عليا. الحارس شافك وأنت داخل؟ لا. ما كانش موجود ساعتها. طب ما سمعتش أي حاجة وأنت داخل الأوضة؟ طيب إحنا لو افترضنا إن كلامك ده حقيقي، إيه اللي يخليه يلبس بدلة زي دي وهو في المكتب؟ معرفش. يعني إيه ما تعرفش؟ أنت مش صاحبه وشريكه؟ طبعًا صاحبه. بس حسين عمره ما كلمني في حاجات تخصه. طب ايه تفسيرك؟ تفسيري انا؟ ما عنديش تفسير. وظرف الرصاصة اللي لقيناه عندك فكرة؟ ما عنديش فكرة. كل اللي اعرفه قلته. واحنا ايه اللي خلينا نصدق كلامك؟ هو حسين كان متجوز مين؟ كان متجوز عايدة. ولو كان هو القاتل زي ما بتقول، تقدر تقول لي قتله ازاي؟ بلاش ازاي، صعب عليك دي. تقدر تقول لي ايه الدافع؟ الفلوس. وممكن يبقى طمعان في اداره الشركه، وممكن يبقى وممكن وممكن وممكن، يعني مفيش حاجه اكيده تثبت نظريتك. يثبت ان هو كذاب. وحتى لو كان ده ما يثبتش حاجه. ايوه بس انا احساسي بيقول ان احساسك؟ احساسك؟ عايز تعلق بني ادم على حبل مشنقه باحساسك؟ بصوا يا جماعه، من الاخر كده الحارس طلع صح. المبنى مبنى اداري بس ما فيهوش اي حاجه تستاهل السرقه. حتى الاوراق المهمه موجوده في مبنى تاني خالص. طب مين الشركه في الشركه؟ مدام عايده مرات القتيل، شوقي ومراته، رجاء واختها شاديه، وجوز اختها سالم. دي شركه عائليه بقى. واهم حاجه فيها بنود العقد. العقد بيقول لو مات حد من الشركاء نصيبه يتوزع على الباقي. وده ينفع؟ معرفش، بس ده بند اساسي من بنود العقد. ده بند اساسي في القضيه. كل مستفيد من قتل حسين. يبقى كده الكل مشتبه فيه. المهم بقى هنبدا بمين فيهم؟ مساء الخير. مساء النور. مدام عايده موجوده؟
موجودة. أقول لها مين؟ قول لها إحنا جايين بخصوص التحقيقات. طب لحظة واحدة اتفضل. تفتكر ان ده وقت مناسب يا حضرة الضابط؟ انا لسه سامعة خبر جوزي الله يرحمه. معلش احنا اسفين، بقاء لله بس ده شغلنا ولازم نجمع معلومات. ما عنديش اي معلومات. مش مشكلة، احنا هنوصلها بطريقتنا. مدام عايدة، هو المرحوم كان عنده اي مشاكل في الشركة؟ ما قاليش حاجة زي كده. وبعدين حسين كان محبوب جدا، صعب قوي ان حد يكرهه. وانت يا مدام عايدة كنت بتحبيه؟ اللي بتتكلمي عنه ده يبقى جوزي. طيب تفتكري ممكن يكون انتحر؟ مستحيل، حسين كان سعيد جدا في حياته. وبعدين اللي عايز ينتحر يا حضرة الضابط هيفتح الشباك وينط، مش هيكسر الازاز وبعدين يقع. انا جوزي اتقتل. طيب ايه موضوع البدلة؟ ما عنديش اي فكرة عنها، احتمال يكون رايح حفلة او حاجة زي كده. انت ما عندكيش فكرة خالص عن جوازته الجديدة؟ جوازته الجديدة؟ لا طبعا، حسين عمره ما فكر في حد تاني غيري. السبب؟ بيحبني حب غير عادي، مستحيل طبعا. بس يا مدام شوقي قال غير كده خالص. شوقي كذب، اكيد كذب. انت عارف بقى ان عجبني سؤالك ليه عن الجوازه التانيه؟ طب ايه رايك في رد فعلها؟ اكيد طبعا شك فيها، احساسي بيقول ان احساسك انت كمان. هو انت وحازم شغالين باحساسكم؟ تقصد ايه يا ادهم؟ على حاجه نسمع ميوزك احسن. احسن فعلا يا فندم، في طرد ملابس راح امبارح الشركه الدوليه للانشاءات. طيب معلش تقدر تقول لي الطرد دوت جه في حدود الساعه كام تقريبا؟ هو جه الساعه 2:37 دقيقه الظهر. طيب ممكن نعرف الطرد دوت كان موجود جوه ايه؟ كان مكتوب عليه ملابس يا فندم، انما هي ايه بالظبط ما اعرفش، بس ممكن اشوف لحضرتك صوره الفاتوره. يا ريت. كانت بدله سموكينج جايه من امريكا. طيب الطرد دوت كان جاي باسم مين؟ مش مكتوب اسم الشخص اللي بعت الطرد يا فندم، الحقيقه مش مكتوب غير اسم المحل. خلاص بقى يا رجاء، مش للدرجه دي، كل واحد بياخد نصيبه، ده قضاء ربنا. بس ما كنتش مصدقه انه ممكن يموت بالشكل ده، ده كان لسه معانا امبارح زي الفل. طيب ممكن تهدي مدام شويه بس عشان نعرف نكمل شغلنا؟ والله سعادتك بحاول معاها من الصبح ومفيش فايده. لا واضح ان المرحوم كان عزيز عليك قوي. احنا السته كنا اصحاب من ايام الجامعه. السته؟ حسين وعايده وشاديه وسالم، كنا مع بعض في الجامعه. عشان كده عملتوا شركه مع بعض. احنا خططنا لها من ايام ما كنا طلبه. بس حضرتك ما تعرفش حسين. حسين كان عبقري، هو اللي عمل كل تفصيله من تفاصيل الشركه دي من واحنا لسه طلبه في كليه الهندسه. كل حاجه خطط لها حققها ما عدا حاجه واحده، جوازه من شاديه. مرات سالم شريككم؟ هو كان مرتبط بيها ايام الكليه. يعني كانوا بيحبوا بعض؟ حسين ما بيحبش، حسين ليه حساباته الخاصه. شاديه والدها كان صاحب شركه مقاولات كبيره. وسالم كان عارف؟ سالم كان بيحبها بجد، وكان عارف انه حسين بيرسم عليها. ففي يوم كلم ابوه وراح خطبوها من غير ما يجيب سيره لحد. احنا اتفاجئنا بيهم جايين الكليه لابسين دبل. وهي وافقت على الخطوبه كده على طول؟ هي كمان ست عملية ما بتضيعش وقت. سيبونا بقى من كلام العواطف ده وخلينا نتكلم في الضروري. حسين كان ليه أعداء؟ افتكر في مقاول اسمه فكري محفوظ. حسين خسروا عملية 50 مليون جنيه. أنا بقالي فترة طويلة ما رحتش الشركة. غريبة، مع إنك مهندس وشريك أساسي في الشركة. ده برأس المال بس حالياً. لكن أنا من أكتر من سنة قررت إن أنا أعمل مشروع لوحدي. إيه سبب القرار ده؟ أعتقد إن دي مسائل شخصية. أستاذ سالم، إحنا بره التحقيق، ممكن تتكلم براحتك. يعني ما كنتش أقدر أكمل مع حسين أكتر من كده. إيه اللي أنت بتقوله ده يا سالم؟ لحظة يا مدام، وليه ما كنتش قادر تكمل مع القتيل؟ ما أنا قلت لحضرتك دي مسألة شخصية. أستاذ سالم، إحنا جوه التحقيق، والسؤال اللي بسأله هتجاوب عليه، دي جريمة قتل. اتفضل. يعني حسين الله يرحمه ما كانش محترم في حياته الشخصيه. يعني كان له علاقه؟ كان خاين. مدام عايده تعرف؟ والله ممكن حاجه تسال. انا بسالك انت. حتى لو عارفه، عايده اذكى بكتير منك تعرف اللي في دماغها. في الدرجه دي؟ انا عارفه عايده كويس.
أنا شايف إن كفاية لحد كده. شرفت حضرتك. الوحيدة اللي اقدر اكدها لكم ان المجموعه دي كلها ما بتقولش غير نص الحقيقه بس. اه بيكذبوا يعني؟ لا، في فرق بين ان هم بيكذبوا او ما بيقولوش الحقيقه كامله. قولي صحيح، اخبار محل السندوتشات ايه؟ بيقولوا ان الحارس مظبوط زي الساعه، بيروح الساعه 6 يجيب السندوتشات ويطلع الشغل. مظبوط زي الساعه. يعني اي حد ممكن يراقبه يومين ويعرف تحركاته، يختار الوقت المناسب اللي يخش فيه الشركة من غير ما الحارس يشوفه. أدهم على فين؟ ما بقاش قادر أكمل مع شغل. خلاص مش عارف أنا إيه اللي مصبرني عليه. أنت عارف إن أدهم بيحب شغله. ما كلنا بنحب شغلنا يا مروة. بس إحنا كلنا بنفكر معاه، هو بيفكر لوحده. عارفة المشكلة في إيه؟ إن أنا في حاجة جوايا مخليني عايز أكمل شغل معاه. يعني هو دلوقتي راح فين؟ معرفش. وجدي. اهلا اهلا. ايه الاخبار؟ بخصوص البصمات ما لقيناش غير بصمات الشركاء، ما عدا بصمات مدام شادية ومدام عايدة. طيب ظرف الرصاصة. ده اللي غريب قوي. رجالتنا فتشوا في الأوضة في كل حتة. ملوش أثر لأي رصاصة. ده حتى ملوش أثر لبارود. الله، ظرف الرصاصة دي جاية منين؟ أهو ده الأغرب يا أدهم. تعالى بص كده. أيوة. اتعلمنا. إيه ده؟ الظرف ده قديم. برافو عليك. ده ظرف رصاصة اتضربت من 34 يوم بالظبط. القاتل ساب الظرف ده في المكتب عشان نلاقيه. تفتكر ليه؟ ممكن يكون عايز يتوهنا مثلا؟ ممكن الطب الشرعي يقول لنا على أثر رصاصة احنا ما خدناش بالنا منها. أو جايز الظرف دوت موجود بالصدفة أصلا؟ لا لا لا. في شغلنا مفيش حاجة اسمها صدفة. ماشي، بس اسمح لي يا دهم باشا، يعني احيانا الصدفه توصلنا لحل او تدلنا على حاجه ما كناش واخدين بالنا منها. اسمعني يا حسام، ما ينفعش ابني حل قضيه على صدفه وبعد شويه اهد كل اللي بنيته. مفيش اي اثر لاصابه بالرصاص ولا حتى خدش صغير. معنى كده ان سبب الوفاه الوقوع من ارتفاع كبير. بالظبط، الجثه مليانه كسور وكدمات. لكن ايه؟ حد بيقع من مسافة زي دي بيحاول بالفطرة ان هو يحمي نفسه بأي شكل من الأشكال، فبتلاقي الكسور كلها في الدراعات، الراس. لكن توزيع الكسور هنا في قصة حسين بتقول ان هو اترمى زي الحجر. عشان كده أنا خدت عينة من دمه وبعتها لوجدي المعمل، لقى فيها كمية عالية جدا من المعدن. معنى كده ان حد اداله كمية كبيرة منها. لو اداهاله هيقع مغمى عليه في مكانه، مش هيقع من الشباك. طب بقول لك ايه؟ الاقراص المهدئه دي بتاخد تقريبا قد ايه وقت علشان تعمل تاثير في الجسم؟ بما ان المعده سليمه تقدري تقولي كده نص ساعه. نص ساعه؟ انا قلت لسعادتك ان ورقي كله سليم، جايبني هنا ليه سعادتك؟ ايه المشاكل اللي كانت بينك وبين المرحوم حسين صاحب الشركه الدوليه؟ مرحوم؟ هو مات يا باشا؟ اكيد واحد ظبطه مع مراته قام قتله سعادتك. بس انا ما قلتش انه ابتدى. هو سعادتك لو مات موت ربنا يعني، سعادتك هتجيبني هنا ليه وتستجوبني؟ يا باشا اللي بيمشي شمال في الدنيا دي بتبقى اخرته وحشه. هو المرحوم كان ماشي شمال؟ باشا انا شفت بيت محدش قال. انت
شفتهاش خالص، ما تعرفتش عليها، ما عرفتش شكلها ايه. كانت لابسه نظاره بصراحه، ما لحقتش اشوفها كويس. بس انت برضه لسه ما قلتليش المشاكل اللي كانت بينك وبين المرحوم. الفلوس يا باشا، الفلوس. الله يرحمه بقى او الله يكرمه، كان وحش ما عندوش ضمير، سرق مني سعادتك مقاوله، كان هيخرب بيها بيتي. لولا ستر ربنا الحمد لله سترها معايا. المقاوله دي تستاهل قتلك. قول يا كريم، هو احنا بنمره شوقي اللي معانا دي ممكن نعرف اخر رساله جات له قبل ما يروح لحسين؟ ولو فيه نقدر نعرف منين؟ بيس اوف كيك يا باشا. لكن احنا ليه ما نجيبش موبايل شوقي نفسه؟ تمام حالا. الو، ايوه وجدي، خير؟ في جديد؟ المسدس ده لقوه في درج سري في مكتب القتيل اثناء معاينه النيابه. الرقم المسلسل اللي عليه هو نفس الرقم اللي في رخصه حسين. مسدس اوتوماتيك. مش بس كده، المسدس ده لم يستخدم الا مره واحده قبل كده، تبقى عاده بتاعت تجربه المسدس. انا اختبرته بنفسي، ضربت طلقه وقارنت الظرف بالظرف القديم بتاع حسين، لقيتهم مطابقين. لا يا فندم، مفيش حارس بيجي الصبح لان الشركه بيكون شغاله والكل بيكون هناك. طيب المفروض تعرفي مين بيدخل لحسين بيه قبل ميعاد الانصراف. مفيش غير المدام. مدام عايده؟ لا، المدام التانيه. وحسين بيه كان متجوز واحده تانيه؟ لا، يعني هي كانت صاحبته وكان متعوده تيجي في اي وقت، كانت مغطيه وشها، والمرحوم كان منبه علينا ان هي اول ما تيجي تدخل له على طول، حتى ما كانتش بتعدي عليا. ما اتكلمتيش معاها؟ ولا مره، ولا امبارح، ولا في اي يوم تاني. ده احنا حتى كنا مسمينها الشبح. طب هي جت الساعه كام امبارح؟ حوالي الساعه 5 قبل ميعاد الانصراف بساعه، وكانت مختلفه جدا المره دي. مختلفه ازاي يعني؟ يعني ماشيه متوتره كده وجايه في ميعاد مش ميعادها، حتى اول مره كانت تيجي متاخره كده. الرساله اتبعتت الساعه 10 او 7 دقايق بالظبط من مكتب حسين نفسه. معنى كده ان شوقي ما كدبش. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا ما كانش ليا علاقه خالص بحسين. ولا ايام الجامعه؟ ايام الجامعه خلصت وراحت لحالها. بس اللي انا عرفته عن حسين ان عينيه كانت زايغه. مش عليا. على مين؟ مالوش عرفني. الله يرحمه كانت عينه زايغه على القريب والبعيد. ومراته كانت تعرف عنه كده؟ طبعا كانت عارفه، بس ما كانتش بتبين. مره كلمت محامي الشركه علشان يرفع لها قضيه خلع، وطبعا ما كانتش هتعمل ده الا لو معاها اثبات خيانته، بس كانت خايفه كمان لا نشمت فيها. طب هو بالنسبه لجوزك يا مدام شاديه، ما كانش بيغير عليكي من حسين؟ مساء الخير سلام بيه. خير يا حضره الظابط، طلبتني تاني ليه؟ كدبت عليا ليه؟ كدبت عليك؟ كدبت عليك في ايه؟ قلت لي ان بقالك اكتر من شهر ما رحتش المكتب، مع ان بصمتك هناك. انا رحت مره واحده بس. ليه؟ عشان اقول له يلم نفسه بقى ويحترمها. لا مش فاهم. انا مش هقول اكتر من كده، ولو عايز تتهمني اتهمني، بس انا مش هقول ولا كلمه زياده. والحقيقه بقى بالميت يا حضره الظابط. بمنتهى الصراحة أنا ما عرفتش إن كانت شادية بتكذب ولا لأ. نعم؟ أنت اللي بتقولي كده يا مروة؟ لأنها كانت متوترة جدا، وصعب قوي في الحالة دي تكتشف الحقيقة. حتى جهاز كشف الكذب ما يقدرش يوصلك للحقيقة 100%. طيب، ما دام الرصاصة اتضربت من مسدس حسين من أكتر من شهر، لقينا ظرف الرصاصة ده في المكتب دلوقتي. أعتقد إن دي شوشرة. زي البدلة والتكسيدو كده. القاتل عايزنا نوصل لتفكير غير منطقي. طيب. خلينا نفكر بطريقه عكس اللي القاتل عايزها. لا صعبه برضه، لان هم كلهم عندهم دافع انهم يقتلوه. الراجل كان خاين. مظبوط. نجمع كل الخطوط. البدله اللي بعتت المكتب. واحد. شوقي اللي سمع حسين وهو بيسال القاتل هل شكله حلو في البدله ولا لا، يبقى اكيد حسين كان قاعد مع واحده ست. وعايده اللي كانت متاكده ان حسين مش هيتجوز عليها. حسين عمره ما فكر في حد تاني غيري، يحبني حب غير عادي، مستحيل طبعا. رجاء
اللي انهارت لما عرفت ان حسين مات. كنتش مصدقه انه ممكن يموت بالشكل ده، ده كان لسه معانا امبارح زي الفل. وشادية الحب القديم؟ انا ما كانش ليا علاقه خالص بحسين. هو كان مرتبط بيها ايام الكليه. ايام الجامعه خلصت وراحت لحد. سالم اللي كذب في التحقيق كان متاكد ان مراته بتخون. انا رحت مره واحده بس عشان اقول له لم نفسه بقى واحترمه. وشوقي اللي قوم اتكتب في المكتب وما بعت له رساله من موبايل القديم. انا جات لي رساله لحسين بتقول انه عايز يقابلني في المكتب. كل دول مش مهمين، المهم الست المجهولة اللي كانت تجيله الشركة محدش يقدر يكلمها.